الليل مصباح فمن لي يا مصابيح الدجى يمد بالزيت مصباحي من لي يخفف الآلام يخفف الأحزان عن جرحي أيا مصابيح الدجى من لي يخفف الأحزان عن جرحي وأفراحي هذه عصافيري هذه العصافير تألم في مشافينا هذه العصافير تألم في مشافينا فمن يمد بالزيت مصباحي تناجيكم تناديكم فآسوا بالأمل عزفي وإجراحي فآسوا بالأمل عزفي وإجراحي أيا مصابيح الدجى أيا مصابيح الدجى فمن لي يمد بالزيت مصباحي من لي يمد بالزيت مصباحي من لي يمد بالزيت مصباحي من لي يمد بالزيت مصباحي صباحكم عامر بالأمل قبل أن ألقي كلمتي تذكرت قصة عن طبيب واسمه بجاش كيف حاولوا أن تستوعبوها كانت الطفلة أمل طفلة مصابة بالسرطان أخبرها أنه مرض قاتل وأنه لا أمل لها في الشفاء مرت الأيام وأمام الجسد المسجى والمغطى بأكفانه كانت الطفلة أمل هي الوحيدة التي تبكي على الطبيب الذي مات تمسكوا بالأمل فالأمل لا يموت أبدا العزيز والقدير الأستاذ مختار العزيزين بليغ إبراهيم وكل المبادرات الشبابية التي قدمت دعمها لحملة لدعم مرضى السرطان صباحكم عامر بالأمل بالخيرات إن شاء الله وبالشفاء لكل النجوم الذين فعلا يعلموننا ويلهموننا بمواجهتهم لهذا المرض الاستثنائي الحفل الكريم منذ أن بدأت الحياة في الإعلان عن ملامحها كان عنوانها الإنسان وقدرته على تعمير هذه الدنيا والتفاعل معها والخضوع
لإرادة المولى في السراء والضراء. أقول في السراء والضراء لأنني عندما أتشرف وأتعرف على من أصيب بمرض السرطان فأنا أتعرف على إنسان استثنائي، أنا أتعرف على ملاك من لحم ودم وإرادة وقوة. لستم ضعفاء أبداً، لستم ضعفاء أبداً يا مرضى السرطان، أنتم الأقوياء، أنتم الحياة، ومنكم نستلهم كل الإرادة وستنتصرون بإذن الله على السرطان، وسنكون معكم في هذه المعركة. ستكبرون، سنفرح بكم، ستلعبون، ستعون لحياتكم. كل ما آمله فقط ونوجهه أيضاً لشرعيتنا هو أن تقف مع مركز الأمل وأن تقف مع المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان. ما الذي يمكن أن تقدمه الشرعية إن تخلت عن هؤلاء؟ هذا النداء يجب أيضاً أن يصل لكل المنظمات وكل الجهات التي تدعم وتقف مع هذه الحالات ومع هذه المراكز. إن لم نقف مع أمل المستقبل، مع أطفالنا، مع كل مريض بالسرطان، إذن سنقف مع من؟ يجب أن ننتصر لقيم الحياة، يجب أن نفرح ونحن نرى أطفالنا وهم يتعافون من هذا المرض، ليكبروا، ليتعلموا، ليتزوجوا ونحن نضحك بجوارهم، ليمارسوا حياتهم بكل طبيعية وبكل عفوية عاشوها. هذه الرسالة أتمنى أن تصل إلى الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر. الحرب ألقت بظلالها السوداء على تعز، لم تترك مرفقاً إلا دمرت، لم تترك قلباً إلا وأوجعت، لم تترك جسداً إلا وتركت فيه شظية، ألماً، داءً. وهناك حصار لم يجعل من فرجة أمل أن تدخل هذه الأدوية أو حتى نستقبل بعض العلاجات التي يحتاجها هؤلاء المرضى. أنا أتمنى من الجميع أن يقفوا مع تعز، تعز مدينة للحياة، تعز تتمسك بالأمل، تعز هي مدينة الفضيلة والمحبة، مدينة النور، مدينة الثقافة. لا يجب أن نقف صامتين أمام ما يتعرض له هؤلاء المرضى. الكل معنيون بأن يقدموا يد العون، مهما كان صغيراً فهو كبير بما يعنيه من معنويات عالية. أعتقد أننا بإذن الله سنلتقي وقد انتصرنا على هذا الداء العضال، مثلما سننتصر على سرطان الانقلاب الذي ينهش في جسد هذا الوطن. لكل المرضى الشفاء العاجل، ولهذا الوطن التعافي، ولشرعيتنا نتمنى أن تسمع وأن تعي وأن تقف مع تعز. تعز هي الأمل وهي الحياة. شكرا لكم لأنكم ترسمون هذه الفرحة، شكرا لكل المبادرات التي فعلا لم تقصر وعبرت عن أنها فعلا مبادرات تنتمي للخير، للحب، للنماء. وسنلتقي بإذن الله تعالى وقد ارتسم الفرح والنصر والخير والشفاء للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.